تجيزكم من بعد غيبة يا جماعة، والبرا مردود لو ما حد نشدني، مير أنا طيب ولا أحب القطاعة، لو ما منكم ولا واحد فقدني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يحييكم، مساكم الله بالخير جميعا، وش علومكم؟ ماني ببخيل إحساس جعلك سالم، مشاعري تحت هيبتك مرهونة، شوف البدو أكرم بشر في العالم، لا صبوا الفنجال ما يملونه. يعني مثل ما تشوفون يا حباني، بما أني قاطع البثوث والسنابات قررت أني يعني أجازيكم، فأنا حاليا قاعد أحاسب الآيفونات هذه كل أبوها بإذن الله، أني راح أسوي لكم سحب اليوم في البث لأنكم تستاهلون، ولو أسوي ما أسوي ما راح يعني أوفيكم حقكم، يعني أكثر من 50 آيفون بإذن الله راح أسوي عليها سحب اليوم في البث حقي، تحروني لا حد يرقد، ها انتظروني، أنا يعني بالكثير بالكثير يعني تستاهلون أكثر، أنا ما راح يعني تحروني، ها لا حد يرقد، انتظروني بس. سحب إيش جعل ربي يخليك لي؟ عقوب يا بدر انت لحقني في كل مكان. حبوك ابو جاي ينزل تابعك له. ها؟ ايش تابعك له واكبس له؟ اخوك الصغير الله سواد عيونك يعني. بلا 50 بتسوي مسحب بالبث. 50 50 ايفون باذن الله، لا ترقد يا بدر، ها خليك في انتظاري. يا رجال البخ، الله يقول ملحك. ولا الطيب لا تستغربه من على الطيب. اللي لهم في منهج الطيب خبره. وسع على الأجواد من فرق التشعيب وأضواق على الأنذار من ثقب الأبره. يلا حيهم. طبعا يا حباني اليوم عندنا البوكس الجميل هذا، فيه مخلط موردن عود، وهذا زي ما انتم عارفين أصعب شيء أنك تطلع بمخلط عود ينفع لكل الأجواء، لكن وادي الطيب سووه في أكثر من 10 أنواع دهن عود وخلطات طبيعية وزيوت عطرية، يعني أكثر من 15 زيت عطر، تخيل يعني ينسى تلقى نفس المنتج هذا. يقولون انهم مسوين له ليميتد، يعني اذا خلص ما راح يعني ما راح يرجعونه، يعني وقت معين ولا راح تحصلون، ويجي معها ايضا المسك الخاص، هذا المسك الاكثر مبيع اللي انشهروا فيه من زمان، ومعه عود مروكي فاخر ينفع للضيفان، جوك ضيفان اجانب يعزون عليك هذا ينفع لهم صراحه، يعني المجموعه هذه تجلس عندك في البيت ما تشيلها، اذا جوك الضيوف وش تطيبهم مع وادي الطيب لا تشيلها، خل هذه في صدر المجلس وزهل الباقي. طبعا يا حباني بسعر خرافي جدا وخصم أكثر من 50%، شحن مجاني لجميع دول الخليج. تدري البكج هذا كم كان سعره سابقا؟ كان سعره 400 ريال، والآن سعره 169 ريال، شامل الضريبة ولا حد باب بيتك، ارفع الشاشة ولا تفوت الأرض. طيب السعد والله. قال هذا المرش خارج البكج اللي قبيل يا عيال، معازيم هذا ما في حيلة، أشهد بالله أنه مرش، أنه فاخر من الآخر، علي الحرام والله العظيم أنه برا الباكج، لكن أقسم بالله أن يعني ريحته الطيبة وجودته أجبرتني على تصويره وذكره الحالة، أشهد بالله أنه ذقه المرش ذا ما في حيلة، والله ما في حيلة. معازيم اسمه، تحصلونه في الرابط. جديد الفلاح الله يهديه، كان يبي يكرهنا مجيل متعشين الله يجود عليك، لكن انت المره ذي ها يا اخوك، ما انا ماكل الحمد حاجي المغرب والله، ما يجي روحي الله يهديك، الله يهديك، انك تعب الملوخيه علي اعز الله من بلاح، ذا مشكله ما عادهم، خلينا نجي نبي نسولف، نبي نسولف احنا والله، احنا وش جابنا سوالف وانا ابغى عيش، سعد محمد بيجي كلنا الله يسامح. صبرت وحد يبكي على واحد يبكي، وخبرت وحد مسجون ما يبغي يراجع، أحبه ولا بغضته على شيء يسويه، ولا زال ترقب وجهك عسى منزل انضمه حقوق الواسم تسقيه، وتضحك لها الدنيا
فقد خاطري شيء من الضيق همس اللي